اللهم صل على الحبيب محمد يا رب، صل عليه وسلم. So we're going to do something special first. We're going to hear the beautiful nature of the adhan as it moves the hearts. And how many people here have been to Istanbul? So what happens when the adhan goes off? Do they all go off at one time? No, how does it go off? They all go off one, timed right after the other. So we're going to do something very beautiful in which our three beloved imams are going to stand and they're going to call the adhan in this rhythmic nature. You can record, you can Twitter, Facebook, whatever you want to do with it. But this is something very unique that we wanted to try out today so we can all benefit from it. So with your permissions, Imam Ali, Imam Arhan, Sheikh Hassan. الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على 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 الفلاح 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 حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا سلم مبارك على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه تفضل يا سيدي تفضل يلا تفضل يا سيدي لا تفضل الله so we're going to subhanallah after that beautiful rendition move into the Quran and the recitation of the Quran al-Karim and we asked each one of our imams to take about 10 minutes to recite in different styles different maqamat and we're going to start with inshallah Sheikh Hassan Saleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما و
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من
في عيشة الراضي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك شيخ حسن، جزاكم الله عنا كل خير. الله الله أكبر الله أكبر. إمام أرهن مت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى
حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.
وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا
لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده
وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Inshallah, barakallahu fikum, jazakumullah anna kul khair. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. May He elevate your rank. May He make all of your matters easy for you and your family. May Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone that's listening. In closing, I would request that each one of us just takes a personal moment now to make a supplication on our own to Allah by the Quran al-Kareem. Take advantage of these spiritual moments. Make a dua to Allah now to yourself just for 1 minute and then we'll close the session. Ameen, Ya Rabbil Alameen.